بنات مرحبا بكم معي فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة على واحد النهار دوزته في تطوان انا وصحباتي، طلعت عندهم لتطوان، فاجيو تشوفوا معايا كيف داز النهار. واول حاجة بدينا بها هي كي وصلنا مشينا فطرنا فطور تطواني، ومن بعد عاد غادي نمشيو نتسارى وندورو. من بعد ما سينا الفطار ها حنا خرجنا كنتسارى وكندورو كنشوفو الشوارع تما، ومن بعد قررنا اننا نمشيو للبحر. دابا رحنا في الطريق ديال البحر ماشيين له. الجو كان زوين ديال داك النهار في البحر، من زهرنا ما كان لا شتا لا برد، لها بالعكس كان الجو زوين والشميشه داك النهار. من بعد ما بقينا في البحر طلعنا تغدينا ارتاحينا شويه، ومن بعد ولينا عاوتاني مشينا درنا شويه في المدينه، ودابا ماشيين لواحد الكلوب نلعبوا شويه ونرتاحوا. من بعد ما سينا اللعب صافي حنا راجعين دابا للدار، جلسنا ارتاحينا في الدار بدنا حوايجنا، ومن بعد هنايا وجدت لنا صفاء الماكله كلينا ارتاحينا،
وصافي بدنا حوايجنا وغادي نوليو نرجعو للبحر. علاش؟ لان كيعجبني انا البحر بالليل، داكشي علاش هما داروا لي خاطري. ودابا داينا عاوتاني للبحر، صافي بقينا تما شويه ومن بعد رجعنا للدار. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كان هذا هو نهاري ديال تطوان خفيف ظريف. فكنتمنى يكون عجبكم، اللي عجبكم لايك الفيديو واشتراك في القناه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.